متابعي قناة شوف تي في، سمعكم مرحبا بكم بهذا الجولة اللي غادي نقرا فيها حصيلة هذا اليوم. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 113 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الجمعة، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة 5661 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مستجد كوفيد ماروبويما أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل الإخباري السلبي بلغ 52931 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر الذاتي 2302 الحالات، فيما بلغ عدد الحالات الوفاة 185 حالة. وتهيب وزارة الصحة المواطنين والمواطنين الالتزام بقواعد السلامة والصحة والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطن ومسؤولية. متابعي قناة شوف تي في، اجي نشوفوا شنو وقع في احياء مدينة تازة بعد ارتفاع حصيلات الوفيات بكورونا الى 195 حالة. نتمنى يا ربي هذا الوباء يترفع، ونتمنى يا ربي ان هذا عدد حالات الاصابه ما تبقاش وعدد حالات الوفيات تحيد. نتمنى نسمعوا غير ارتفاع حصيله الشفاء. اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 113 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد حتى الساعه 10 من يوم الجمعه، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابه مؤكده بفيروس 5661 حالة. 5661 حالة هما عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس، 5661 حالة. وتضيف الوزارة على بوابتها الرسمية كوفيد ماروك بوايما أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي 52291 حالة، 52291 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 2302 الحالة. عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 2302 الحالات، 2302 الحالات، فيما بلغ عدد الوفيات 185 حالة، 185 حالة. متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا المباشر من مدينة تازة، جولة بأرجاء مدينة تازة عفوا، نشوفوا كيف راهم الأحياء التازية وبعد ارتفاع حالة الوفيات. لحقاش راه من البارح لدابا تزادوا جوج هي الحالات الوفاة، جوج حالات وفاة من مساء الأمس إلى صباح هذا اليوم. نتمنوا الرحمة والمغفرة لهاد الناس اللي توفاو، نتمنوا لهم الرحمة والمغفرة، الرحمة والمغفرة. متابعي قناة شوف تي في، المزيد من الحجر الصحي، المزيد من الحجر الصحي، والمزيد التزام بالتدابير الوقائية السلامة الصحية. الله يخليكم، المزيد من الحجر الصحي والتزام بالتدابير الوقائية. متابعي قناة شوف تي في، 2302 الحالات تماثلت للشفاء، الحمد لله، رقم مشجع. 52931 حالة مستبعدة ولله الحمد، لكن 185 حالة وفاة، لا نريد هذا الرقم أن يرتفع، لا نريد أن يرتفع، لا نريد أن يرتفع. بمقارنة مع دول أوروبية ودول أخرى، الحمد لله نحن في مرتبة يحسد عليها من حيث حالة الوفاة وحالة الإصابة، لكن 185 حالة وفاة عدد مرتفع بالنسبة لي أنا كمغربي. كنبغي الخير للمغاربة ونبغي بخير لأي واحد بالمملكة المغربية. جوج الحالات ديال الوفيات ارتفعت من ليلة الأمس إلى صباح هذا اليوم، جوج الحالات ديال الوفيات.
متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، 185 حالة وفاة، عدد حتى هو عدد مرتفع في منظومة حالة كورونا بالمملكة المغربية. 185 حالة وفاة، 185 حالة وفاة. نتمنوا اللطف والسلامة من عند الله، نتمنوا اللطف والسلامة من عند الله. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 113 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 5661 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-مالوبايم أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري 52931 حالة، بلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 2302 ديال الحالات، فيما بلغ عدد الوفيات 185 حالة. وتهيب وزارة الصحة للمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. بهذا البلاغ كنبغي نقول لكم الاحترام، احترام الحجر الصحي، واحترام التدابير الاحترازية، والاحترام للسلامة الصحية. مستمعي الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونهاركم مبروك والجمعة مباركة بإذن الله.